يا خوخه. ايوه ايوه خرخيريه ايوه. يلا يا حبيبتي عشان تتغدى. حضرتك غسلتي ايديكي خرخيريه؟ طبعا غسلت ايدي. اصل انا سمعت دكتورة هدى بتقول لحد في الاجزخانه ان مهم جدا نغسل ايدينا كويس قبل الاكل بالميه والصابون. طبعا عندها حق، لان لما بنغسل ايدينا قبل الاكل بالميه والصابون ده بيحمينا من امراض كتير. يا ترى عم حسين وكريم وفلفل غسلوا ايديهم؟ ايوه يا خوخه، انا شفتهم هم بيغسلوا ايديهم. لا لسه ما غسلتش ايديا، اروح اغسلها بسرعه. وانتوا كمان لازم تفتكروا تغسلوا ايديكم كويس بالميه والصابون قبل الاكل. صحتك ثروتك.